العلوش غالي يا سناء، غالي غالي غالي. من العلفة، العلفة ناخذه في قنطار الشعير عام الأول ب 44 دينار، سناء ناخذه فيه ب 95 وب 100 دينار، وتجي لازم تعبيه في الليل. في الليل اللي عنده 100 علوش يعطوه في البونو قنطار، قنطار قنطار اللي هو ما يعلفش وجبة. حاجتك بتورناتا وباثنين إجا في الليل عباه ب 95 وب 100 دينار من عند التجار. اللي يبيع لك اللي عاطينه رخصة العلفة راهو اشترها مش اشتر. الباين يبيعهم ب 90 دينار وباي باش يفرقوا على الفلاح، يعطيه قنطار، قنطار في البونو يعطيك قنطار. ثم يا لندرا فلاح عنده 200 نعجة و100 راس بركوس، يا قنطار في ال 15 يوم ياخذ قنطار. النخال يبيعونا فيها ب 60,000 وما ثماش. شنو الفرق ما بين اسهم عملاول وسناء؟ عملاول الشعير يخدم ب 44 ب 44,000، السناء العلوش زيد 300,000، 300 دينار زيد العلوش. ونسبة الاقبال نتاع العبيد على العيد السناء كيفاش؟ اشتراها مش مضحي يا العبيد، ما عندهمش الزوالي مش مضح. عليه تعملوا فيهم هكا؟ عليه الزوالي مش مضحي، ما خلطش الزوال. خي قديه شهريته؟ 700 800 ما يجيبوش لي علوش. خي العلوش هاك تشوفي مليون و400، مليون و300، بمليون. خي صغار وكريه واعي منين مش ياخذهم. قديش اسهم العلوش اللي عندك توا؟ من المليون حطيت لل 650. هذا علوش ب 650، هذا نتاع عيله. عليه هذا نتاع عيله، هذا علوش ب 650 تو ياكلوا واحد وحده. وعليه نحن نبيعوه ب 650؟ يميم الالف. والعباد قاعده تشري ولا؟ ثماش شاريين مش كي عملوا. عملوا نبيع في 20 في النهار، السنه ما نبيعش كعبتين ثلاث. ما يعرفش يحكي هذا. احنا توا مرهونين احنا مرهونين للمزود. قسما بالله هل ناكل اكل قلت يخزي حالتي كذا؟ هل ناكل خبز اليابس انا توا؟ كان هذاك ربي وانت بنت حلال اعطيني حق بك وحليب على الاقل خل نظف بدني من داخل. انا بدني تو ولا اكحل. تضحك انت نبكي انا نبكي انا وش بها الكيران تخدم؟ نبكي انا توا وش بها البواتات تخدم في الليل؟ البواطه امشوا للبواتات في المرسى وفي البحيره يخدم. يا درنا مرهونين حتى هوني تجي تفرح قلبك. رانا موتنا، رانا تشوينا يا ولادي. بلط القرد، بلط القرد ب 18,000 وتقولوا فلاح. منين ما زلت فلاحه هي تو؟ ما زلت فلاحه؟ كان انتم فلاحه تقولوا هكا من المواطن شو يعمل؟ ندموا عليها بالله يا وزاره الفلاحه، بالله يا وزاره الفلاحه ما عادش توروا روحكم في التلفزه. تدرقوا خلونا نحن مرهونين. نحن رانا بعنا لشكون يشري؟ هذه بلاد، هذه بلاد. زرع قطار ونص دليع بعت منه ب 120,000، سكرت البلاد. تفل قال لي قعد في الطبه موجود مطيش. البطاطا اللي زرعتها قاعد تو عندي 10 طران مكدسين في قاع، فهمني؟ وكل شيء بالموجود، فهمت؟ الفلاح ما عادش لاقي روحه ماشي يسلم اصلا، ما عادش يزرع شيء لا في الهوش ولا في الخضره ولا في الزيتون ولا في اي حاجه. بدون المازوت، بدون المازوت ناخذ فيه ب 35 دينار، ما عادش يقدر باش واحد يزكي. هذا الفلاح الزيتون نبيع في القلبه ب 4000 فرنك. يشهد علي الله، سياسه الدوله يشهد علي الله ب 4000. علاش الاسهم طالعه هكا؟ ما نعرفش. انا حاره تلتحضر الصابه يهبطوا لها كايب. والحاجه نتاع الحاكم ديما في الزيت، ديما تزيد اي حاجه، ديما تزيد. الا الفلاح ما يقاش روح. من خضره، من زيتون، من تفاح، من مشماش، من اي حاجه. اللي حاره الصابه تحضر ما نقولش فيها السوق. ان انسان ضرب 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 من السن ما عادش يبيع باش يزرع، ما عادش. وتونا ينحدث فيك هذا ونخدم فلاحه برا في لاباي. كل شيء قاعد مكدس، تو في السنه قاعد مكدس. شنو الواحد مواطن ماشي؟ الجيل لما تولد يطلع سدير يصبح ب 60 وب 65,000. الشعير ما تلقاش يتباع بالمعارف. وتباع منشنوار، يتباع بالمعارف. يجي الكاميون في الليل، يجي الكاميون في الليل يتباع يمشي
يبيعوا الاخر للخواصي، الخواصي يبيعوا لك. عندك الحق في قنطة، في اثنين عندك الحق ماكسيموم، عندك 300 راس غلم قنطارين عندك فيهم الحق، يعطيك بونو في قنطارين، واش نعمل بهم القنطارين؟ في ال 15 يوم واش نعمل بالقنطارين؟ واش نعمل بهم؟ نبيتوا على الساسة للصبح، وثاني باب القرط اللي تتفرجوا فيه البالة ب 25000، ثالث باب شكارة النخالة اللي كان هي سومها القانوني ب 12500، اليوم صبح تاخذوها ب 45000. علاش؟ شنو الأسباب؟ مشنا ولا تونس، كان مشنا ولا تونس تكلموا. شكارة البوشونات كانت ب 30000، صبح ب 56000. علاش؟ شنو الأسباب؟ رانا توانسة ورانا مواطنين. كي تركز لي أنت، هات له شكارة الفول ما غادي، هوني شكارة الفول. لو ما عندناش مثلا نعلفوا في المسواني، ما عندناش ناخذوا لصوم البركوس، وما عندناش نكسبوها أصل. ترخصونا في العلف، بها وسعدت، ما ترخصوش في العلف. هذه حكاية وانتهيت. وخزري هنا هذا شنو هو؟ هذا يتسام ب 800. هذا إذا كان تاع 800 قول لي تاع 800. العلفة كما تفرجتي فيها غد. الفلاح راهو ماكل ستاك، راهو ماكل 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 اللي ما عادوا به وين. اسمعني، تعرف السنه، تعرف السنه عام السنه علينا نحن، اللي يرجع اللي يرجع حق المصروف اللي يصرفه والله يسمى ثلاثة شتاء، ثلاثة شتاء، ثلاثة شتاء وشهر خريف وثلاثة ربيع، وتوا احنا تو في الصيف قداش؟ عاش بنتي انت مصلي على النبي واعية أكثر منا نحن، قداش عندنا تو؟ عندنا تو سبعة شهور، ثلاثة شتاء وثلاثة ربيع، وتوا قولوا شهر الصيف، قولوا شهر ونص صيف. ريت اللي يرجع الفلوس اللي طلعها من جيبه والله يسمى سيد الرجال، والله يسمى سيد الرجال. ماني غير نقول لك حاجة، صدقيني أنا 500 بالة قرد وعندي 600 تبن، خرجت منهم وتسلفت، وتسلفت مع عند الحباب. أنا تو مسال، مسال للمزود اللي بيع العلف، مسال في 21 مليون يا ندرا. انا 21 مليون تعرفي انا بعد العيد ومتهدد، معناتها انا عطيه ضمانات، متهدد نجم يخرجني من الدار، خرجني من الدار، قول لي ما جبتليش فلوسي وخرج لي من الدار، نخرج له من الدار، واش نخليها له الدار؟ واش نخلي له الدار؟ ما عنديش عائله انا براسي، نعيش فيها وحدي، واش نخلي له؟ نقول برا بيح، واخويا تعمل مزيه بيعها، بيعها اخويا كان فضل فلوس اعطيها لي. باهي انت كي سكرت، كي سكروا علينا احنا ما نبيعوش العلوش، وانا نرجع وين مش مش هو العلوش، نحنا مش خالص علي الطريق، انا كي لك المزاد مش خالص مش خالص، ما عادش اخزي تو انا ما عادش يهمني باش نصلح كرم، وما عادش يهمني باش ناكل، وما عادش يهمني باش نلبس، وما عادش يهمني باش نعيد. انا تو المشكله نتاعي الوحيده خلصك الدين اللي علي.